بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 15. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. في هذه الآيات وما بعدها قصة آدم عليه السلام مع الملائكة وقصته مع إبليس، وقد تقدم في الدرس الماضي أن ذكرنا أن القصص في القرآن قسم مهم وعظيم جدا لما فيه من العبر والعظات ولما فيه من القدوة للصالحين والقدوة بالسلف الماضين من المسلمين من بدء الخليقة. ففي هذه الآيات نوع من هذا القصص العظيم، قصة آدم مع الملائكة، وذلك أن الله أخبر الملائكة أنه سيجعل في الأرض خليفة، يجعل في الأرض خليفة، والخليفة هم القوم الذين يخلف بعضهم بعضا، كما قال جل وعلا: وجعلكم خلفاء الأرض، وقال جل وعلا: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض ثم جعلناكم خلائف من بعدهم لننظر كيف تعملون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات. فالخليفة هنا آدم وذريته، لأنهم يخلف بعضهم بعضا، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، كما جعل للسماوات سكانا من الملائكة جعل للأرض سكانا من البشر ومن الجن. فلما أخبر الملائكة بذلك سألوا ربهم، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها؟ ظنوا عليهم الصلاة والسلام، ظنوا أن هذا الخليفة سيكون منه شر في الأرض، سيكون منه ومن أولاده شر في الأرض، يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء بالقتل العمد العدوان،
فهم سألوا ربهم سؤال تعجب واستفهام، لأنهم لا يعلمون حالة هذا الخليفة، فهم أخبروا عن ظنهم وتوقعهم لأنهم لا يعلمون الغيب. أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا بحسب ظنهم وتوقعهم. قال الله سبحانه وتعالى: إني أعلم ما لا تعلمون، أعلم من حال هذا الخليفة وذريته من الخير والمصالح العظيمة ما لا تعلمون أنتم، وإن كان قد يكون هناك شيء من المعاصي والإفساد في الأرض وسفك دماء، ولكن المصالح أعظم من المضار في هذا، أعظم من المضار، المصالح في هذا الخليفة وذريته أعلم من المضار، أعظم لما جعل الله فيهم من الأنبياء والمرسلين والصالحين من أتباع الأنبياء، وما جعل فيهم من العلماء الربانيين. فالبشرية وإن كان فيها شر، لكن الخير الذي فيها أكثر من الشر، والمصلحة أرجح من المفسد. الله جل وعلا علم بعلمه المحيط بكل شيء ما يكون من شأن هذا الخليفة، وما يكون من شأن ذريته. ثم إنه سبحانه أراد أن يظهر للملائكة فضل هذا الخليفة الذي ظنوا فيه وتوقعوا فيه، أراد أن يظهر فضله وأن يبين للملائكة خطأ ظنهم، فقال جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمت. فتميز آدم عليهم بالعلم الذي علمه الله إياه. علم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء ومسمياتها، أسماء المخلوقات، علمه أسماء كل شيء، وعلمه هذه المسميات التي تقع عليها هذه الأسماء، وهذا لا شك أنه علم عظيم وميزة عظيمة خص الله بها هذا المخلوق الكريم. فعرفه أسماء الأشياء ومسمياتها، فصار يعرف كل شيء باسمه، يعرف كل شيء باسمه، من الحيوانات ومن الآدميين ومن الأشجار والأحجار والجبال والبحار وكل المخلوقات والطيور والوحوش وغير ذلك، كلها علمه أسماءها. ليظهر فضله على، ليظهر بذلك فضل هذا المخلوق الذي توقع منه الملائكة ما لا يليق به. ثم عرضهم، أي عرض المسميات، عرض الأشياء
الأشياء المخلوقة عرضها الله على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فيما قلتم في هذا المخلوق في آدم، وإن كنتم صادقين أنكم أفضل منه أنكم تسبحون وتقدسون، وأما هو فيفسد في الأرض ويسفك الدماء، كنتم صادقين في هذا الكلام وعلمتم المستقبل حكمتم عليه وقلتم كذا وكذا، أنبئوني بأسماء هؤلاء ليظهر لهم عجزهم ويظهر فضل آدم عليهم. قالوا سبحانك، تنزيه لله سبحانه وتعالى، لا علم لنا إلا ما علمتنا، سبحانك ننزهك عن النقائص والعيوب، وما قلنا ما قلنا من باب الاعتراض عليك، وإنما قلنا ما قلنا من باب أننا قائمون بالعبادة والتسبيح والتقديس، ونتوقع من هذا المخلوق خلاف ذلك، قلنا هذا بحسب ظننا لا عن علم، لم يقولوا ذلك عن علم. فهذا فيه دليل على أن الإنسان لا يحكم على الأشياء إلا بعلم، لا يجوز للإنسان يحكم على الأشياء بظنه أو تخرصه، وإنما يحكم على الأشياء بعلم ليكون حكمه صحيحا. أما الحكم بالظن على أمر الغيب وأمر المستقبل فهذا لا يجوز، إنك تخبر عن الغيب وعن المستقبل عن بظن وعدم علم، هذا لا يجوز. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فهم اعترفوا لأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم الله، والله جل وعلا لم يعلمهم أسماء هذه الأشياء، لم يعلمهم أسماء هذه الأشياء ولا يقولون فيها بغير علم. فهذا فيه أن الإنسان يتوقف إذا سئل عن شيء فإنه يتوقف عن الحكم عليه وعن الجواب ويقول الله أعلم. هذا شأن العالم وشأن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى، أنه يتوقف عما لا يعلم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. إنسان لا يتكلم إلا بعلم، خصوصا عن أمور المستقبل والحكم على الناس والحكم على الآخرين، لا يتكلم إلا بحسب ما يعلم. أما إنه يحكم بظنه أو توقعه فهذا لا يجوز. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، هذا أدب الملائكة عليهم الصلاة والسلام، أنهم توقفوا ولم يتكلموا بغير علم. فعند ذلك الله جل وعلا قال لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، ليظهر أنه علم ما لا يعلمون، أن آدم عليه السلام علم ما لم تعلمه الملائكة، وبذلك ظهر فضله، ظهر فضله بالعلم. فهذا فيه دليل على شرف العلم، وأن الإنسان إنما يشرف بالعلم مع تقوى الله سبحانه وتعالى. وفيه دليل على طريقة التعليم بطريقة السؤال والجواب، فإن الله سبحانه
سأل الملائكة أولا، فلما لم يجيبوا أمر آدم أن يجيب على هذا السؤال، ولم يقل لآدم من أول الأمر أنبئهم بأسمائهم إلا بعدما سأل الملائكة وعجزوا عن الجواب. فهذا فيه دليل على طريقة التعليم عن طريق السؤال والجواب، ليكون ذلك أوقع في النفس، ولأن الإنسان إذا لم يكن عنده علم، إذا سئل ولم يكن عنده علم فإنه يتطلع إلى الجواب أكثر مما لو بدأ به من أول وهلة. قال يا آدم، هذا خطاب من الله جل وعلا لآدم، تشريف له، أنبئهم بأسمائهم، وهذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، هذه المحاورة التي جرت بين الرب سبحانه وبين الملائكة وآدم، هذا دليل على إثبات الكلام لله عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء، ويتكلم سبحانه بما شاء، وهذا من صفاته الثابتة له سبحانه وتعالى التي تدل على عظمته. أنبئ الملائكة، أنبئهم أي أخبر الملائكة بأسماء هذه المخلوقات التي عرضت عليهم وهم لا يعرفون أسماءها. فآدم عليه السلام امتثل أمر ربه أخبر الملائكة بأسماء هذه المسميات، هذا طير، هذا حيوان، هذا إنسان، هذا شجر، هذا جبل، هذا بحر، هذا ماء، كل شيء أخبرهم باسمه، كل شيء من الأشياء المعروضة أخبرهم باسمه، والله علمه الأسماء كلها، كل الأسماء. فأحاط آدم عليه السلام بتعليم الله له، أحاط بالأسماء كلها، أسماء المخلوقات كلها، فأنبأهم بأسمائها واحدا واحدا على التفصيل. بهذا ظهر فضله وفضل العلم. فلما أنبأهم أي أخبرهم آدم، أخبر الملائكة بأسماء هذه المعروضات، وظهر بذلك فضله وشرفه بالعلم، قال الله جل وعلا للملائكة: ألم أقل لكم إني أعلم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، إني أعلم غيب السماوات والأرض، ما غاب عن الناس، ما غاب عن الملائكة، ما غاب عن البشر، ما غاب عن الناس، فإن الله يعلمه سبحانه وتعالى، يعلم الغيب ويعلم الشهادة، المشاهد، الأمور المشاهدة والأمور الغائبة، فعلمه محيط جل وعلا، يعلم السر والنجوى، يعلم ما يتكلم به الناس، ويعلم ما يتكلم به الناس جهرا، وما يتكلم به الناس سرا بينهم، ويعلم ما في صدورهم ولو لم يتكلموا به، ويعلم ما في السماوات السبع، ويعلم ما في الأراضين السبع، أعلم غيب السماوات والأرض، ما يدور في هذا الملكوت الواسع العظيم العلوي والسفلي لا يخفى على الله جل وعلا، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومن ذلك أنه علم حال هذا الخليفة وما يكون من فضله وما يكون في ذريته من الخيرات، علم ذلك سبحانه وتعالى، وإن كان لم يحصل بعد، وإنما هو في المستقبل،
إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون أي ما تظهرون وما كنتم تكتمون في أنفسكم ولا تظهرونه. الله جل وعلا يعلم ما يتكلم به الناس سرا أو جهرا ويعلم ما في ضمائرهم وفي نفوسهم ولو لم يتكلموا. ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم إنه سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم، وإذ قلنا للملائكة أيذكر أيها الرسول، اذكر أيها الرسول للناس، إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ لما مضى من الزمان، إذ ظرف لما مضى من الزمان، إذ قلنا يعني في الماضي وفي الملأ الأعلى. وأما إذا فهي لما يستقبل من الزمان. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تكريما له وتشريفا له، وهذه مزية أخرى لآدم عليه السلام بعد مزية العلم، الله جل وعلا أسجد له الملائكة الكرام، أسجدهم لآدم. وهذا السجود عبادة لله، لأن الله أمر به، ليس عبادة لآدم، لأن العبادة لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. فهذا السجود لآدم هو عبادة لله لأن الله أمر به، وما أمر الله به فإن امتثاله عبادة لله عز وجل، طاعة الأمر عبادة لله عز وجل. وفيه إكرام لآدم فهو عبادة لله وإكرام لآدم عليه السلام. فالله جل وعلا هو الذي أمر بالسجود لآدم، فهو عبادة له سبحانه، كما أن الله سبحانه شرع لنا أن نطوف بالبيت وأن نستلم الركن اليماني نمسحه ونستلم الحجر الأسود ونقبله، وهو حجر، وليس استلامنا له، ليس استلامنا له عبادة للحجر، لأن لا تجوز العبادة إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما استلامنا للحجر عبادة لله سبحانه وتعالى. والحجر إنما هو شعيرة من شعائر الله، أي من علامات عبادته. وأمرنا بالطواف بالبيت لا عبادة للبيت، وإنما ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة لله. ولهذا لما قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحجر، استلمه وقبله، قال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. انظروا إلى الفقه العظيم، انظروا إلى هذا الفقه، أن تقبيل الحجر ليس معناه عبادة للحجر، وإنما هو طاعة لله عز وجل وامتثال. فإذا أمر الله بشيء وجب علينا الامتثال، سواء ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهر لنا، طاعة الله جل وعلا واجبة، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة دون اعتراض أو تردد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب المبادرة إلى تنفيذ أمر الله عز وجل وطاعة أمر الله، من غير إن الإنسان يتوقف ويتلكأ ويطلب الحكمة في هذا الشيء، ولماذا أمر الله بهذا، هذا لا يجوز. نفذ، أنت نفذ، ولا بأس أنك تسأل عن الحكمة، إن ظهرت فالحمد لله، وإن لم تظهر فالطاعة لا تتوقف على معرفة الحكمة. هذه قاعدة. فأمر الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم وهو مخلوق ليس هو لآدم، وإنما هو لله، عبادة لله عز وجل، لأن الله أمر بذلك، وهو في نفس الوقت تشريف لآدم عليه السلام. فامتثل الملائكة أجمعون كما في الآيات الأخرى، امتثلوا هذا الأمر مبادرين غير مترددين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وفي هذه الآية يقول فسجدوا، شوف فسجدوا، قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، عطف بالفاء التي هي للتعقيب من غير تراخٍ، الفاء للتعقيب من غير تراخٍ، فسجدوا يعني سجدوا في الحال بدون أنهم يسألون لماذا وش الداعي لهذا، بل أطاعوا أمر ربهم عز وجل. وهذه هي العبودية، فإن المخلوق عبد يجب عليه الامتثال لأمر الله وأمر رسوله من غير أن يتكاسل أو يتأخر أو يقول لماذا ولماذا، ينشغل بالأسئلة. فسجدوا، سجدوا، هذا يعطي أنهم كلهم سجدوا. وفي الآية الأخرى فسجد الملائكة كلهم أجمعون، تأكيد بعد تأكيد، سجد الملائكة يعني لم يتأخر أحد، كلهم هذا تأكيد، أجمعون هذا تأكيد، لم يتأخر منهم أحد، لأنهم عباد الله جل وعلا، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذه صفة الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فسجدوا إلا إبليس، استثنى الله إبليس لم يسجد. وإبليس هو الشيطان، وهو أبو الجن، إبليس هو أبو الجن، كما أن آدم أبو الإنس. والله خلق الملائكة من نور، وخلق إبليس من النار، وخلق آدم من الطين، خلق آدم من الطين، وخلق ذريته من ماء مهين، من ماء مهين، من النطف، من نطفة. هذا خلق الله سبحانه وتعالى. فإبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. أبى، واسم إبليس مأخوذ من الإبلاس وهو اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. إبليس من أبلس، إذا يأس من رحمة الله، فإذا هم مبلسون يعني آيسون من رحمة الله سبحانه وتعالى، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي آيسون من رحمة الله سبحانه وتعالى. فإبليس مأخوذ من أبلس
إذا يأس من رحمة الله، لأن الله يأسه من رحمته. لماذا؟ لأنه لم يمتثل أمر الله وتكبر وحسد آدم، إلا إبليس أبى، امتنع من السجود، عصى أمر ربه، فسق عن أمر ربه، تمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى، أبى واستكبر، استكبر عن السجود لآدم. في الآية الأخرى قال أسجد لمن خلقت طينا، وفي الآية الأخرى أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو افتخر بأصله، افتخر بأصله، وغمط آدم عليه السلام وظن أن النار خير من الطين، وهذا قياس فاسد، بل الطين خير من النار، لأن الطين ينبت الأشجار وينبت الزروع وينبت فيه خير، الطين فيه خير ينبت ليس لها إنتاج، خلاف الطين فإنه مادة طيبة تنبت الكلى والعشب وتنبت الأشجار والنخيل والفواكه، فالطين خير من النار. هذا من باب الرد على إبليس في أنه يزعم أن النار خير من الطين. العكس هو الصحيح، أن الطين خير من النار. وليس النظر إلى الأصول ولا إلى الأنساب، النظر إلى التقوى، النظر إلى التقوى، هذا هو المعتبر عند الله سبحانه وتعالى. أما النظر إلى الأصل والنظر، مع أن أصل إبليس، أصل إبليس النار، وهي نار محرقة لا تنتج شيئا، بخلاف الطين فإنه خير، فيه خير. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لما استكبر عن أمر الله عز وجل ولم يمتثل أصبح كافرا خارجا من طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه خطورة عدم تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى، وفيه خطورة الكبر، خطورة الكبر خصوصا إذا كان الكبر على شرع الله فهذا أخطر. الكبر كله قبيح، إنه لا يحب المستكبرين، ولا سيما إذا كان الاستكبار عن أمر الله سبحانه وتعالى. فالذي يستكبر عن أمر الله أو عن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل له يا فلان أنت تفعل كذا وكذا، وهذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول يقول كذا وأن تفعل خلافه، بعض الناس يستكبر والعياذ بالله ولا يرجع إلى الصواب ويعترف بالخطأ ويتوب إلى الله، يستكبر، هذا من الكبر الذي قد يوصله إلى الكفر والعياذ بالله. فالكبر لا يجوز، وهو خصلة ذميمة، وإذا أدى إلى رفض أوامر الله وأوامر رسول صلى الله عليه وسلم صار كفرا يخرج من الملة. ففي هذا ذم الكبر، وأنه خلق ذميم، وأن على المسلم أن يتواضع، وعلى المسلم أن يخضع لأوامر الله وأوامر رسوله، لأنه عبد مأمور منهي، فيمتثل، يفعل الأوامر ويجتنب النواهي، هذا معنى العبودية. وكان من الكافرين، وأيضا حمله الحسد لما رأى فضل آدم عليه السلام، حسده على ذلك، وحمله الحسد على أن عصى الله عز وجل،
وهذا فيه ذم الحسد. الحسد مذموم، وهو تمني، الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة عن المحسود، هذا هو الحسد، الحسد المذموم. فالحسد مذموم، ولكن إذا حمل على معصية الله ومعصية رسوله صار كفرا والعياذ بالله. حسده قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الذي حمله على هذا أنه رأى أن الله كرم آدم، هذا هو الحسد. إذا غاضك نعمة الله على عبد من عبيده، إذا غاضتك النعمة التي أعطاها الله لعبد من عبيده فهذا هو الحسد. الواجب عليك إذا رأيت نعمة على أحد أن تدعو له بالبركة وأن تسأل الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. الذي أعطى هذا المخلوق يعطيك، اسأل الله جل وعلا، الله قريب. أما أنك تحسده وتبغضه وقد يحملك هذا على معصية الله أو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا من هذا حسد يتبعه كبر والعياذ بالله، حسد يتبعه كبر، وكلا الخصلتين قبيحتان ومذمومتان. ويدخل تحت هذا الذين لا يقبلون النصيحة من العلماء ومن الدعاة ومن المرشدين ويحتقرونهم، يدخلون في هذا المعنى ولهم نصيب من هذا الذم وهذا الوعيد. فالواجب قبول الحق ممن جاء به، الواجب أن تقبل الحق ممن جاء به، والحق ضالة المؤمن أن وجده قبله دون نظر إلى من جاء به. بعض الناس يحمله الكبر على أنه ما يقبل النصيحة ولا يقبل الدعوة نظرا لأنه يرى أنه أفضل من الداعية وأفضل من الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، فهذا يدخل في مضمون هذه الآية: ولا حول ولا قوة إلا بالله فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذه النتيجة. عند ذلك لما أبى أن يسجد وامتنع من السجود قال الله جل وعلا: يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وفي الآية الأخرى: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ما قال ما منعك أن تسجد لآدم، قال لم ما منعك أن تسجد لما أمرتك. الواجب طاعة الأمر، هذا هو الواجب، لا ما منعك أن تسجد لما أمرتك. قال: أنا خير منه. شوف الجواب: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فإنك رجيم، مرجوم، مبعد عن رحمة الله، وإن عليك اللعنة، وهي الطرد والإبعاد من رحمة الله إلى يوم الدين. كل هذا حصل، كل هذه العقوبات المتتابعة حصلت بسبب خروج إبليس عن أمر الله جل وعلا. فليحذر كل مسلم
من موقفه أمام أوامر الله وأوامر رسوله أن يرفضها أو أن يتعاظم عليها أو أن يستكبر عنها لئلا يكون من أتباع إبليس ويحصل له من العقوبات مثل ما حصل لإبليس. فليس هذا خاصا بإبليس، هذا في كل من رفض طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكبرا أو حسدا وعنادا. فلما لعنه الله وأبعده من رحمته وطرده من الملكوت الأعلى، لما طرده الله طلب من الله أن يمهله وأن يمضره ويؤخر موته. من أجل إيش؟ من أجل أن يتعرض لبني آدم، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذا غرضه من التأخير، ليفسد بني آدم بزعمه انتقاما من آدم عليه السلام لما كرمه الله عليه. هل آدم عليه السلام أساء إلى إبليس أو اعتدى على إبليس؟ حاشا وكلا، إبليس هو المعتدي وهو الظالم وهو الحاسد وهو المستكبر. فالله جل وعلا أعطاه ما طلب، لأن هذا ليس من صالحه، تأخيره ليس من صالحه، بل هو من عقوبة، زيادة عقوبة له. أعطاه الله ما طلب، زيادة عقوبة له وامتحان وابتلاء لبني آدم، من أجل أن يظهر الصالح منهم والمطيع من العاصي والكافر والمنافق. فوجود إبليس عليه لعنة الله وإن كان فيه مضرة لكن فيه مصلحة أعظم، وهو الابتلاء والامتحان وتميز العباد الصالحين من العباد المنافقين والكافرين. لولا وجود الامتحان ما تميز الصالح من الطالح، لولا وجود الامتحان بإبليس وذريته ما حصل الجهاد في سبيل الله، ما حصلت الهجرة في سبيل الله، ما حصل الولا والبراء، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين. فتأخير إبليس وإجابته إلى ما طلب من الإنذار فيه حكمة إلهية عظيمة من أجل ابتلاء الناس، وهو لن يضر عباد الله المخلصين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. فمن أطاع إبليس دخل معه النار وصار من أولياء إبليس، ومن اعتصم بالله واستعاذ بالله من إبليس ورفض طاعة الشيطان وأطاع الرحمن فإن إبليس لا يضره. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم
أجمعين. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. وفي الآية الأخرى يقول: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. شوف، اعترف أنه ما له سبيل إلى عباد الله الملتجئين إلى الله، ما يقدرهم إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله جل وعلا: هذا صراط علي مستقيم، طريق واضح لمن أراد الهداية، وهو شرع الله سبحانه وتعالى وإرسال رسله. هذا صراط الله سبحانه، طريق الموصل إلى الله واضح: صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. فهذا فيه عداوة إبليس، فيه عداوة إبليس لآدم وعداوته لذرية آدم، وأنه سيلاحقهم ويحاول إضلالهم بكل ما يستطيع من الوسوسة والإضلال وتزيين الشهوات والتنفير من الطاعات. هذا عمل إبليس مع بني آدم. والله جل وعلا حذر بني آدم: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله حذرنا من هذا العدو وبين لنا موقفه من أبينا عليه الصلاة والسلام، وموقفه من بني آدم واستمرار ذلك إلى يوم الوقت المعلوم. وهو طلب أن ينظره الله إلى يوم يبعثون، الله ما أجابه إلى، قال إلى يوم الوقت المعلوم الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه القصة العظيمة فيها فوائد عظيمة، وكل القصص في القرآن كله من هذا النوع، فيه فوائد عظيمة وعبر. ففيه فضل آدم عليه السلام أبي البشرية بما أعطاه الله من العلم وما أعطاه الله من العبادة لله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وفيها فضل العلم، فإن آدم عليه السلام شرف على الملائكة بالعلم. وفيها التحذير من الكبر والحسد، فإنهما يحملان الإنسان على معصية الله سبحانه وتعالى، وقد يحملانه على الكفر والخروج من طاعة الله كما حمل إبليس. وفيهما في هذه القصة أيضا موقف إبليس من بني آدم، وأنه موقف المعادي المنتقم، موقف المعادي المنتقم. فكيف يجوز لبني آدم أن ينخدعوا به وهو عدوهم وهو يريد الانتقام منهم؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
بئس من يستبدل ولاية الله بولاية الشيطان، يستبدل ولاية الله الذي هو ربه وخالقه ورازقه الذي ينقذه من المكاره والشدائد ويأخذ ولاية الشيطان الذي يهلكه ويدعوه إلى عذاب السعير. أين العقول وأين التفكير الصحيح؟ فهذه القصة، قصة آدم مع الملائكة وقصته مع إبليس وقصة إبليس مع بني آدم، هذه قصة عظيمة يجب على الإنسان أنه يتدبرها ولا يمر عليها مرورا بدون تدبر وتفكر في معانيها. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بقية الآيات في هذا الموضوع في درس قادم بإذن الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما حكم ظاهرة التسول المنتشرة بين المسلمين وخاصة في مكة المكرمة وفي المسجد الحرام في داخل الحرم وخارج الحرم؟ وهل نعطي هؤلاء المتسولين الذين يتعرضون الناس في الطرقات؟ الأصل أن سؤال الناس حرام، هذا هو الأصل، لا يجوز سؤال الناس من أموالهم، هذا هو الأصل. وإنما يجوز عند الضرورة، يجوز سؤال الناس شيء من المال عند الضرورة والحاجة. فمن لم يكن محتاجا وإنما قصده من السؤال تكثير المال وجمع الدراهم وهو غني، فهذا ما يأخذه من الناس سحت وحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليقل أو ليستكثر. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم. وفي الحديث الصحيح أنه لا تجوز المسألة إلا لذي فقر، إلا لذي فقر يسأل حتى يصيب سدادا من عيش، فإذا أصاب ما يسد حاجته يمسك ولا يستمر في السؤال. أو إنسان نزلت به جائحة فاجتاحت ماله، غني أصيب ماله في لحظة وهلك بحريق أو بغرق فأصبح فقيرا، يجوز له أن يسأل حتى يصيب ما يسدد حاجته لأنه تحول إلى فقير. أو إنسان تحمل حمالة، يعني غرامة، وليس عنده لها سداد، إذا كانت الغرامة لنفسه كالديون، تحمل ديونا للناس وليس عنده سداد لهذه الديون وأصحابها يطالبون بها، فهذا له أن يسأل حتى يصيب ما يسدد به هذه الجائحة أو هذه الغرامة. أما الغرامة التي من أجل الإصلاح بين الناس، من أجل الإصلاح بين الناس تحمل حمالة من أجل الإصلاح بين الناس، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به هذه الحمالة ولو كان غنيا، ولا يحمل الغرامة من ماله لأنه محسن فيعان على إحسانه.
فالحاصل أن الأصل تحريم سؤال الناس من أموالهم إلا عند الضرورة للفقير الذي لا يقدر على الكسب. فقير ما عنده شيء ولا يقدر على الكسب، أما إذا كان عنده قدرة على الكسب وهناك فرص للكسب فلا يجوز له السؤال، يحترف ويأكل من كد يده. قال صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيحمل على رأسه ثم يبيعه ويكف الله به وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. فإذا كان الإنسان يقدر على الكسب وهناك فرص للكسب فلا يجوز له السؤال، بل عليه أن يحترف وأن يعمل ويأكل من كسبه وكد يده. نعم. وأما إعطاء السائل فإن السائل له حق، يعطى ويحمل المسؤولية هو إن كان صادقا فلا إثم عليه، إن كان صادقا إنه محتاج ولا يقدر على الكسب فلا إثم عليه، مرخص له بذلك. أما إن كان كاذبا فإنه إثمه عليه هو، يكون إثمه عليه هو، وما يأخذه حرام، لا يجوز له أكله ولا ادخاره ولا ما يجوز له، حرام عليه. نعم. ما مقدار الدم الناقض للوضوء؟ وهل من جرح بمشرط؟ وتكمل أيضا، أما هل يتسولون في المسجد الحرام وفي المطاف ويضايقون الناس، هؤلاء يسيئون إلى المسلمين ويضايقونهم، والناس في عبادة وفي حرم الله عز وجل، لا يجوز لهؤلاء أنهم يضايقون الناس، والله أعلم بأمورهم، يمكن أنهم أغنياء ومحتالون، وحتى لو كانوا محتاجين ما يجوز لهم يتخذون هذه الطريقة، يشوشون على الناس في عباداتهم وفي صلواتهم وفي تلاوتهم للقرآن وفي طوافهم، يشوشون على الناس، هذا ما هو محل سؤال، هذا محل عبادة ومحل أيضا ازدحام وضيق، فلا يجوز لهؤلاء أنهم يتسللون ويتخذون المسجد الحرام حرفة للسؤال. الإتيان إلى المسجد ما يجول للعبادة، يجول للسؤال، وربما بعضهم يخرج إذا جاءت الصلاة. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: ما مقدار الدم الناقض للوضوء؟ وهل من جرح بمشرط انتقض وضوءه؟ الدم الذي ينقض الوضوء هو الكثير عند بعض العلماء، ومحل خلاف، لكن الذين يرون أنه ينقض إذا كان كثيرا، كثيرا عرفا في عرف الناس المتوسطين، أما إن كان قليلا نقطة أو نقطتين أو أقل من ذلك هذا لا يؤثر ولا ينقض الصيام ولا ينقض الوضوء. نعم. ما حكم من يصلي صلاة الرباعية يقرأ فيها بالفاتحة فقط في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وما حكم من يقرأ في الركعة الأولى والثانية الفاتحة وفي الثالثة والرابعة معها السورة؟ هذا صلاته صحيحة، صلاة صحيحة، لكن تركه للقراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين هذا فيه نقص، لأن القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين سنة، فمن تركها كان تاركا لسنة، وهذا فيه نقص في الصلاة، لكن الصلاة صحيحة، صلاة صحيحة في حد ذاتها لتكامل أركانها وواجباتها. وأما الذي يعكس يقرأ الفاتحة في الركعتين الأوليين ويقرأ بعد الفاتحة من القرآن في الركعتين الأخيرتين هذا خلاف السنة، هذا خلاف السنة، فلا يجوز هذا العمل لأنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: حضرت أنا ووالدي يوم الأحد لأداء العمرة، وبعد أن طفنا طواف العمرة حول الكعبة شككت في عدد الأشواط، هل هي 6 أو 7؟ لكن والدي أصر بأنها 7 أشواط، ثم توجهنا للسعي بين الصفا والمروة وأكملنا السعي وقصرنا، وفي نيتنا أن نحلق كاملا ولكن دون قصد قصرنا، ثم بعد ذلك حلقنا، هل علينا شيء؟ وهل شكنا في الطواف عليه شيء؟ إذا كان الشك حصل في أثناء الطواف فإنك تبني على اليقين، تبني على اليقين وهو الأقل. إذا شككت هل طفت 5 أشواط أو 6 أشواط، اجعلها 5 أشواط، اليقين المتيقن 5، وما زاد عليها مشكوك فيه، فتطرح الشك تبني على اليقين. أما إذا طفت وفرغت من الطواف ولا حصل عندك شك، وإنما بعد ما فرغت وخرجت من المطاف حصل عندك شك، فلا تلتفت إلى هذا الشك، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر فيها، الشك بعد الفراغ من العبادة لا يؤثر فيها والحمد لله. وأما تقصير الرأس أو حلقه فالمشروع تعميم الرأس، الحلق هذا لا شك فيه، ولا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعض، هذا محرم. وأما التقصير فهو مثل الحلق أيضا، هو بديل عن الحلق، والبديل له حكم المبدل، فكما أن الرأس يحلق كله فكذلك التقصير يقصر الرأس كله. نعم. يقول: ما هي الضوابط الشرعية لاستقدام الخادمات، وما حكم الخادمة التي تكشف وجهها بين كفيلها وأبنائه؟ ضوابط: أول شيء الخادمة لا تستقدم إلا عند الضرورة، هذا شرط يكون ذلك عند الضرورة التي لا بد منها. أما اللي يجيب خادمات من باب المباهات أو من باب الرفاهية أو مجاراة الآخرين وهو ما عليه حاجة، هذا ما يجوز، لما في استخدام الخادمات من الخطورة. الشرط الثاني أن يقدم معها محرمها،